كل التوفيق حقيقة. شركة عبد الله أحمد ناس مرت في 3 مراحل حسب ما سمعنا. بدأت بشركة عائلية، بدأت بمؤسسة ثم تحولت إلى شركة عائلية، والآن تحولت إلى شركة مساهمة عامة. لابد أن هذا التحول مرت الشركة في مراحل مختلفة. كنت أتمنى أن أسمع تقييم لهذه المراحل. خلينا نأخذ لما كانت شركة عائلية إلى أن تحولت إلى شركة مساهمة، ما هي التغييرات اللي صارت في الشركة من ناحية مردودها على المساهم وعلى أصحاب الشركة أنفسهم؟ يعني شو اللي يخلي واحد يتحول من شركة عائلية إلى شركة مساهمة؟ شنو الإيجابيات اللي ممكن تعود على الشركة العائلية عندما تتحول إلى شركة مساهمة؟ شكرا. مساء سمير. طبعا هناك أكثر من 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 مشكورة وشيء على السؤال، لأن سؤال مهم جدا وكان مفروض أطرحه ولا ذكرت هذا الموضوع. أهم شيء بالنسبة لنا إحنا هو استمرارية الشركة لوجودها، وإحنا عندنا إيمان قوي إن شركات العائلية مهما طالت أعمارها بيكون بعد، يعني الأجيال اللي بعدها راح يكون الاهتمام في الشركة، يعني كل ما زادوا الأحفاد والفيرس والسكن والثيرد جنريشن، يعني الجيل الثالث والرابع، الانترست أو المصلحة لهم تقل مثل ما يقولون. وكثير من الشركات العائلية في العالم حوالي 80-90% تقريبا ينتهون في الجيل الثالث أو الرابع. 80-90% من الشركات العائلية تختفي. هناك يعني نسبة ضئيلة جدا اللي تواصل في نجاحها. هذه واحد من الأهم من هذا، هو دوام الشركة لما بعد هذا. والشيء الثاني مهم، الشيء الثاني واللي أهم احنا نشوفه، انه نظرة البلد والناس لشركة العائلية تختلف، ان تكون وحتى المؤسسات الحكومية المؤسسات الرسمية نظرة هذول الى الشركة اذا هي شركة مساهمة يعتبرونها شركة البنفت او المصلحة تعم الجميع. احنا اليوم عندنا حوالي 12,000 مساهم في الشركة، يعني ما نعتبر يعني نفسنا يعني قاعدين، يعني اي ارباح تجنيها الشركة it's being shared، يعني وتوزع مع الجميع. وهذه نقطة تسويقية بالنسبة لنا احنا كشركة، نظرتنا يعني مو مصلحة بس ناس، مصلحة الخاصة ترى عبد الله ناس بيستفيد او عيال ناس بيستفيدون، هذه لا، هذه الجميع قاعد في حفنة كبيرة من الجماعة من الجماعات راح تستفيد، من الشعب البحريني اللي عنده 10 سهم ولا 200 سهم 30 سهم. هذه واحدة ثالثة. والشيء الرابع مهم جدا، ترانسبيرنسي. واحد يعني الأوراق البيضة معروفة، يعني شلون الشركة قاعدة تعمل والأوراق مفتوحة على الجميع، يقدر واحد يفتح على الويب سايت ويشوف كل الأمور بالنسبة للشركة. ترانسبيرنسي مهم جدا، لأن هناك مستراست مثل ما يقولون بين خصوصا الشركات العائلية، they keep their secrets مثل ما يقولون، مثل راعي البوكر مثل ما احنا ما بغينا هذا. وهذا بالعكس يعني افادنا كثير جدا خصوصا في تسويق الشركة. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني اهني الاخ عبد الله وسمير على هذا الانجاز، ولا شك ان الاخ عبد الله مخضرم، وتحقيق هذا الكسب وفق للبحرين وفخر للقطاع التجاري والاقتصادي، واحنا نعتز بهذه الشركات اللي ابتدت صغيرة ونمت وتحولت الى شركة
مساهمة عامة خاصة في نقطة واحدة قالها الأخ سمير، تركيز على نيش ماركت حيث لم تكن هناك كات وطنية تستطيع أن تنافس الشركات الدولية في مجال المقاولات. هو بالنسبة احنا في ندوة للجمعية البحرينية للشركات العائلية، وأساس فكرة تحول شركات عائلية إلى شركات مساهمة هي الاستمرارية. طبعا الأخ عبد الله حسن حظه أن الله رزقه بخمسة شباب كلهم رجال دارة. سؤالي، كيف نفصل بين الملكية والإدارة؟ أنا اللي أعرفه في الوقت الحاضر أن الشركة تدار من قبل العائلة تقريبا بشكل كامل، حتى لو وجد أعضاء مجلس إدارة غير non-executive. فإذا كأننا لم نعمل شيئا، شركة كانت عائلية وتحولت مساهمة وهي عائلية، تدار من قبل العائلة أو على رأسها الله يطول عمره الأخ عبد الله. فالفكرة في الشركات العائلية أن بالتدريج ينفصل الملاك عن إدارة الشركة، وتدار الشركة بشكل علمي من قبل أشخاص ليس لهم أو ليسوا أعضاء في العائلة. لكن مع الأسف اللي نشوفه في التركيبة الحالية، ربما عندكم تطلعات في المستقبل، التركيبة الحالية منحصرة في إدارة الشركة فقط في أفراد العائلة. فهل أخ سمير عندكم تصور آخر؟ وشكرا. مشكور أبو رشاد على السؤال. الحقيقة يعني احدى الشروط سبيشال انفسترز اللي لما طلعنا اي بي او ان ناس لازم يكونون في الاداره، والله احنا ما بنكون ما بهذا يعني بعض الشروط يعني خصوصا لهذا. بس الحوكمه الكوربريت جوفرنس في الشركه عندنا على حسب المنظور للشركات المساهمه انه لازم يكون في نوع فصل بين الملكيه والاكزيكتيف مانجمنت. هذا طبعا هذه احنا يعني في الشركات العائلية نشوفها في الوقت الحالي مهم جدا. احنا عندنا الحين سيمي مثل ما تقول سيمي اكزيكتيف نان يعني نان اونرز اكزيكتيف مانجمنت في 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 الشركة. مو بكل عبد الله مو بكل شركة عيال ناس هم يديرون بالكامل، لان في مدراء، لان احنا عندنا فوق الأربعين شركة في الشركة. من الأربعين شركة هناك 10 شركات في الشركة المساهمة يعني محطوطة في 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 سلة الشركة المساهمة. أما 30 شركة من الباقي إلى الآن محصورة تملك 100% بعائلة ناس. هذه واحدة. بس توجهنا في المستقبل وهذا مؤكد إنه راح نفصل الملكيه من الاكزيكتيف مانجمنت. وكلامك في محله يعني لازم يكون هناك بروفيشنال اكزيكتيفز في رانينج ذا بزنس. شكرا. عباس وصفوان، السلام عليكم. وعليكم السلام. اعتقد انا والجميع سعيدين بسماع الاخ عبد الله احمد ناس والاخ سمير، وطبعا الشكر الى الاخوان في الجمعيه البحرينيه للشركات العائليه. شو تقييمك إلى تجربة التحول هذه؟ وبالتالي يمكن هل تفكرون الثلاثين شركة الأخرى إن أيضا تتحولون بها إلى شركة مساهمة؟ وهل تنصح زملائك في الشركات الأخرى بهالنوع من التحول؟ ويمكن يفيدنا الأخ بنبيل أيضا كيف هم كتجار أيضا يقيمون للتجربة، وأيضا أستاذ جمال ممكن أيضا يعني يعلق شوي حتى لو كان هو مدير للندوة، خصوصا أنه كان شارك في
مراحل التحول هذه. ويمكن سؤال الأخير، سامحني شكلي زيت عدد الأسئلة، شلوني الاستفادة إلى اللي شروا الأسهم، مالكي الأسهم اللي دخلوا في الشركة المساهمة؟